استهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من قبل قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي أصبح العنوان الأبرز في محافظة تعز، على الرغم من الهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار. كل تلك الخروقات أجبرت المقاومة الشعبية على الرد من مواقع تمركزها في أكثر من جبهة داخل المدينة وخارجها. تصريحات المجلس العسكري في المحافظة تؤكد أن الميليشيا وقوات المخلوع مستمرة في خرقها للهدنة التي أعلنت منذ 10 أبريل الجاري. مستمرين في الضرب وفي محاولة الهجمات، محاولين استعادة بعض مواقع، يعني كانوا يظنوا أنهم سيستغلون هذه الفرصة لإعادة المواقع، ولكن المقاومة والجيش الوطني صدوا هذا كل الاعتداءات واستمروا في قصف المدينة طوال الليل. وسجل المجلس العسكري 153 خرقا للميليشيا خلال 48 ساعة الماضية، حيث قصفت الميليشيا مواقع مختلفة للجيش والمقاومة في جبهة الضباب والجبهة الشرقية. وأكد المجلس أن قوات الجيش لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار الخروقات واستهداف مواقعها، وسترد على أي عملية عسكرية وفقا لما جاء في بيانه. إلى ذلك، قالت المقاومة الشعبية إن 3 من مقاتليها والجيش الوطني قتلوا في عملية قصف وقنص في محيط اللواء 35 مدرع غرب المدينة، فيما لقي 7 من الميليشيا مصرعهم وأصيب 13 آخرون خلال محاولة تسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية في جبهة الضباب ومواقع أخرى. وبهذا أصبحت تعز بين فكي حرب الميليشيا والهدنة المعلنة التي ترعاها الأمم المتحدة ودول المنطقة، من شأنها الدخول في جولة المفاوضات المرتقبة في الكويت.